يعتبر الأمن المائي للدول من أكثر التحديات التي تواجهها الحكومات باعتباره شريان الحياة للشعوب واستقرارها. من هنا كان البحث دائماً عن طرق مبتكرة لاستدامة المياه، وهو ما عملت عليه قطر من خلال تأسيس المركز العالمي لاستدامة المياه عبر الشراكة مع مركز كونوكو فيليبس العالمي المتخصص في هذا المجال. يعمل المركز على إيجاد حلول مبتكرة واستكشاف واختبار تقنيات حديثة للمساعدة بإدارة المياه في مجال صناعة النفط والغاز والاستفادة منها. تتم الاستفادة من المعرفة التي يوفرها مركز كونوكو فيليبس العالمي لاستدامة المياه ومختبراته المتطورة والحديثة من قبل قطاع النفط والغاز في قطر وجميع أنحاء العالم، والتي توفر قدرات تحليلية فريدة لدعم الأبحاث وتقنيات المركز. ولزيادة الوعي بأهمية استدامة المياه، أنشئ في المركز جناح للزوار يهدف إلى تعليم الطلاب وأطفال المدارس كيفية الحفاظ على المياه وضرورة الحفاظ عليها بين أفراد المجتمع. فتطبيق مبدأ استدامة المياه إلى حياتنا يتطلب مجهوداً جماعياً لضمان أن تكون استدامة المياه ضمن السلوكيات المتبعة في قطر. مترو الدوحة، ذلك الشريان الذي يربط معظم مناطق الدولة، والذي أسهم منذ انطلاق عملياته التشغيلية عام 2019 في تعزيز منظومة النقل العام وتسهيل حركة تنقل الأفراد في دولة قطر. مؤخراً أعلنت شركة سكك الحديد القطرية الريل أن إجمالي أعداد ركاب مترو الدوحة بلغ 50 مليون راكب، وشهد مترو الدوحة منذ انطلاقته قبل أقل من 3 أعوام إقبالاً كبيراً من الجمهور والزوار. وخلال الفترة الماضية لعب هذا المرفق الحيوي دوراً مهماً في إنجاح تنظيم الأحداث الكبرى واستضافة مختلف الفعاليات الرئيسية لا سيما الرياضية منها. وكان بطولة كأس العرب التي استضافتها الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2021 أحد أبرز ركائز هذه النجاحات، حيث استقبل مترو الدوحة خلالها ما يقرب من 2.5 مليون راكب. عززت الخدمات المصاحبة التي توفرها شركة الريل تسهيل وصول الركاب إلى محطات شبكة المترو، ومع استعدادات الدولة الحثيثة لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، تعكف شركة الريل على تكثيف استعداداتها التشغيلية الخاصة بالبطولة لضمان توفير تجربة تنقل مريحة لجماهير البطولة، لا سيما أن المترو يرتبط بشكل مباشر بخمسة من الملاعب الثمانية التي ستستضيف منافسات البطولة. تشهد دولة قطر تقدماً في كافة نواحي الحياة، مما أدى إلى تعاظم دور وزارة الداخلية وتنامي مسؤولياتها الأمنية لمواجهة التحديات وتوفير المناخ اللازم للتنمية المنشودة، الأمر الذي دفع لتعزيز التعاون والشراكة بين الشرطة وأفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة، وذلك عبر جهاز الشرطة المجتمعية. وضمن أنشطتها وشراكتها مع المجتمع، أعلنت الشرطة المجتمعية عن تعاونها مع شبكة تم للعمل التطوعي لاستقطاب المتطوعين وتعريفهم بدورها وإيجاد الوسائل الناجعة في الكيفية التي يمكن أن يساهم فيها المتطوع في أنشطة وفعاليات الشرطة المجتمعية من أجل مجتمع آمن، حيث شارك المتطوعون في حملة تخييم آمن والتي استهدفت أصحاب المخيمات لفتح قنوات الحوار الجاد والنقاشات البناءة مع أفراد المجتمع. وتعد جهود وأنشطة الشرطة المجتمعية العديدة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وتكريساً لمفهوم الأمن مسؤولية مشتركة.
حصول المدرسة القطرية الفرنسية فولتير على الاعتماد من برنامج البكالوريا الدولي إنجاز لدولة قطر، إضافة إلى ملف التعليم في دولتنا، بحيث يفتح فرص أكبر لطلابنا خريجي الثانوية العامة للالتحاق بأعلى الجامعات وأرقى الجامعات في الخارج. ما كانت هالخطوة أبداً سهلة، أكيد كان في جهود لفترة هالثلاث سنوات الماضية. L'événement que nous avons organisé aujourd'hui était à la fois pour parler de ce 15e anniversaire, mais surtout pour parler de nos grandes fiertés. C'est le diplôme du programme du baccalauréat international, IBDP. Et nous sommes le premier établissement au Qatar à proposer un baccalauréat international en langue française. Dans le système de l'IBDP, les élèves peuvent choisir parmi un panel d'une dizaine de matières. Et donc, ce que nous souhaitons à travers l'IB, qui, comme vous le savez, est reconnu par l'État du Qatar, c'est de permettre à nos élèves d'aller étudier ici au Qatar ou partout dans le monde en gardant précieusement comme un trésor la langue française qu'ils ont apprise depuis la petite section de maternelle. Je parle très bien le français. Je suis très très heureuse d'être ici aujourd'hui à cet événement de l'IB. فخورة اني اتكلم فرنسي من هذه المدرسة. وايد حلو ان احنا نعرف اكثر من لغات وهاي الشيء وايد زين ان احنا نفتحه اصلا جامعة سربون في الدوحة. اول حاجة قبل ما ادخل المدرسة الفرنسية تأكدت ان هناك في اللغة العربية ودراسة دينهم الشريعة. وبعدين فكرت أكثر في مستقبلهم للمستقبل إنه راح أفتح لهم أبواب أوسع أكبر في موضوع عدد الجامعات، حتى في الوظائف وسوق العمل أوقات يتطلب لغات متعددة. أضف عليها هم لما يتعلمون اللغات الأخرى معناتها راح يتعرفون على ثقافات شعوب أخرى وهذه توسع عندهم المدارك. أنا فخور أني أنا داش هذه المدرسة الفرنسية عشان أتعرف على أكثر من ثقافة فرنسية وإنجليزية وعربية. طبعاً اللغات المتعددة تفيدنا مثل ما قلت لك أني أتعلم أكثر من ثقافة. وفرض أن سافرت إلى فرنسا يعني مثلاً رحت جامعة ولا أي شيء أكون عارف لغتهم وفاهم اللي يقولون علي. أكيد كل قطري فينا وكل قطرية فخور اليوم أنه يشوف أبنائنا الطلاب مثل ما شفتك جميعنا اليوم قدرتهم على التحدث بكل طلاقة باللغة العربية والأسبانية والفرنسية. هذا اعتبره إنجاز أكيد، وهذا حلم ونشوفه تحقق الليلة اليوم قدامكم جميعا. فأنا فخورة ونتطلع أيضا إلى المزيد من هذه التجارب. تم اختيار هذه الندوة لما لها أهمية كبيرة على الجانب العربي والعالمي، وذلك بعنوان التدابير الأمنية والقانونية لاستضافة كأس العالم. طبعاً هذه الندوة تلقي الضوء على القانون رقم 10 سنة 2021، وذلك بالتدابير الخاصة باستضافة كأس العالم. تعود قطر الخيرية إلى حملاتها الرمضانية كما هو حالها في كل عام لترفع شعار رمضان الأمل على حملتها الرمضانية والتي ستنفذها في 40 دولة من بينها دولة قطر. وتشتمل الحملة الرمضانية على عدة مشاريع موسمية رئيسية وهي إفطار صائم وتوزيع زكاة الفطر إلى جانب كسوة العيد وعيدية الأيتام وأيضاً عيدية أطفال أسر ذوي الدخل المحدود وأخيراً هدية رمضان.
ودعت قطر الخيرية أصحاب الأيادي الخيرة كي يجعلوا من شهر رمضان المبارك انطلاقة جديدة تسهم في صناعة الأمل للفقراء وتعمل على توفير أبسط مقومات الحياة لهم والتخفيف من معاناتهم وإحداث فرق إيجابي في حياتهم، إيمانا منها بأن عطاء أهل الخير وأصحاب البذل يجدد الأمل بحياة أكثر أمانا واستقرارا يتحقق فيه أمل كل محتاج بأن يعيش حياة كريمة. تحت شعار الإنذار المبكر والعمل المبكر يأتي اليوم العالمي للأرصاد الجوية ليؤكد هذا العام على أهمية توفير معلومات حيوية عن الطقس والمناخ وتقلباته وأهمية الإنذارات المبكرة. وفي هذا الإطار لا تألو إدارة الأرصاد الجوية القطرية أي جهد في توفير كافة المعلومات الحيوية الآنية والمتغيرة للعامة والشركات والمؤسسات ذات الصلة. تمتلك إدارة الأرصاد الجوية 38 محطة رصد متوزعة على مناطق مختلفة من الدولة، ونحن بصدد على تركيب أجهزة إضافية قريباً، وكان الهدف من ذلك لتكوين شبكة رصد متكاملة للزيادة في دقة التنبؤ. أيضاً من قرابة 3 سنوات تم افتتاح مركز مكينس الذي يحوي على رادار طقس متطور الذي يساعد على قياس كميات الأمطار وحركات السحب. ومن خلال محطاتها المتطورة توفر إدارة الأرصاد الجوية على مدار الساعة التنبؤات الجوية والبحرية، وتصدر نشرات يومية بالتحذيرات وحالات الطقس والبحر وسرعة الرياح، وذلك عبر موقعها الرسمي وحساباتها على وسائل التواصل. ناحية النشر المعلومة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي تكون بشكل يومي بإصدار النشرات، أيضاً التحذيرات إذا تواجدت، التقارير أول بأول، وأيضاً من ناحية الحالات الجوية على سبيل المثال في الحالات المطرية تردنا كثير من صور حالات نزول المطر من المتابعين ومشاركتها في حسابات إدارة الأرصاد الجوية. كما وفرت تطبيقاً يحتوي على كافة المعلومات الجوية بالتفصيل مثل الأنشطة والتقارير وصور الرادارات والأقمار الصناعية وحالة المد والجزر لمرتادي البحر، إضافة إلى تقويم المناخ الذي يعرف بالطوالع. أصبحت تسبب حالياً مجموعة من الأمراض، يمكن هي شر لابد منه، كلها كيماويات بتضر بالأطفال وبتضر بالكبار أكيد. قد تفتح هذه الألوان شهيتك لتناول ما تخفيه تحتها من أطعمة مختلفة وتدفعك إلى شرائها دون أن تدري أنها ملونة بصبغة اصطناعية لا تضفي على الطعام سوى بعض الجمالية، لكن تلك الألوان الاصطناعية لها آثار سلبية على الصحة على حد وصف المتخصصين. لاحظنا أن في ناس ممكن أنهم يلجؤون لتلوين الطعام، مثلاً يلونون العيش بالأخضر أو الأصفر أو الأحمر علشان هذا الشيء يعطي شكل أو منظر أجمل للطبق. دائماً الأفضل وعشان الشخص يكون في الجانب السليم يحاول أنه يبتعد عن الأشياء المصنعة، فما له داعي أن احنا نصبغ الأكل، ممكن أن احنا نستعيض أو نبدل الملونات هذه بالأشياء الطبيعية، مثلاً الكركم، الكمون، هذه الأشياء بعد ممكن أنها تصبغ لكم الأكل، لكن تتم هذه أشياء طبيعية أفضل من أنكم تستخدمون الألوان بحد ذاتها. فريق عمل برنامج الغبقة استطلع آراء الشارع للوقوف على مدى تقبلهم لوجود أصباغ اصطناعية في الطعام. الألوان الصناعية في الطعام مضرة، أضرارها أكثر من فوائدها، أكثرها مركبات كيميائية، وناس الحين من كثر ما تشوف هاي الأشياء على بالها أنها شيء عادي. لا أحبب استخدام الألوان الصناعية. في يعني بعض الألوان هم يعني مثلاً نفس البرجر ما في يعني طعم غير بس اللون غير. متواجدة في الأكل بشكل كبير، يمكن في المشروبات أكثر من المأكولات. الكيماويات عامة بتضر بالصحة، يعني شفنا كانسر بيجي بسبب الكيماويات، أكيد ليها أضرار يعني. الأطفال هم الفئات الأكثر تأثراً بهذه المعضلة، لما للألوان من تأثير على تقبلهم للأطعمة التي تبدو لذيذة المذاق ولكن في الوقت نفسه شديدة الخطورة على صحتهم.
موضوع ملونات الطعام موضوع شائع بين الناس أو بالذات بين الأهالي اللي عندهم أطفال صغار. ملونات هذه موجودة في الأكلات غير الصحية مثلاً الحلويات علشان يقدرون أنهم يجذبون الأطفال لها. إحنا من الأساس دائماً نقول لكم حاولوا أن الأطفال ما يستهلكون الحلويات بشكل كبير جداً، لكن الإفراط بالاستهلاك إن كان في مشكلة من الملونات ممكن أنه يبتدي يبين. احنا نحاول نقلل منها، يمكن ما نشتري منها كميات كبيره. صح هي مضره، لكن يعني مو بتاكلها كل يوم. بحاول اقللهم من الاكل اللي من برا اصلا، لانه دائما الغذاء الطبيعي بيكون افضل واحسن. في النهايه يفضل الشيء الطبيعي والصحي طبعا. في مقال نشره موقع The Conversation كتب البروفيسور لوران هوفسيث أستاذ وعميد مشارك للبحوث بكلية الصيدلة جامعة ساوث كارولينا مقالا بعنوان قد تبدو الحلويات الملونة لذيذة، لكن بعض الباحثين يتساءلون عما إذا كانت الأصباغ الاصطناعية قد تشكل مخاطر صحية على القولون والمستقيم. حيث يقول البروفيسور على الرغم من عدم تصنيف أي من الألوان الغذائية الاصطناعية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أنها مواد مسرطنة، إلا أن الأبحاث المتاحة حالياً تشير إلى المخاطر الصحية المحتملة المثيرة للقلق. وتابع البروفيسور على سبيل المثال يمكن للبكتيريا الموجودة في أمعائك أن تكسر الأصباغ الاصطناعية إلى جزيئات معروفة بأنها تسبب السرطان. ودعا البروفيسور هوفسيث إلى ضرورة البحث حول العلاقة المحتملة بين أصباغ الطعام الاصطناعية ومخاطر الإصابة بالسرطان. تسبب بعض مصادر الألوان الاصطناعية في مشاكل صحية خطيرة، مما دفع الشركات المصنعة للمواد الغذائية للبحث عن بدائل مستخرجة من مصادر طبيعية، فكانت الخضروات والفواكه والتوابل البديلة لتوفير هذه الألوان. لكن هناك اشتراطات يجب على منتج الألوان المستخرجة من المصادر الطبيعية مراعاتها، مثل عوامل الحرارة والحموضة، كما أن الألوان المأخوذة من الفواكه والخضروات والتوابل غالباً ما تتطلب تركيبة خاصة في التصنيع، وهذا قد يشكل تحدياً للشركات الكبيرة التي استخدمت أساليب الإنتاج نفسها على مدى عقود. يعني الوسطية في الإسلام هي في الحقيقة قراءة منهجية علمية للإسلام، وتقديم الإسلام بالصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لكي يحقق رسالته الكلية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تحقيق رحمة الله للعالمين من خلال هذا الدين العظيم إنما يتم بالقراءة المنهجية الصحيحة، هذه هي الوسطية. أوجه النصيحة للشباب بشكل عام أنه لا يستعجلوا في الحكم على الآخرين من خلال انطباعاتهم، وإنما ينبغي أن يكون هنالك فهم دقيق للواقع وفهم دقيق أيضاً لنصوص الوحي. تحدثت اليوم عن المعايير التي من خلالها تفهم واقعية الوسطية كقيمة من القيم الحاكمة في الدين الإسلامي وقيمة من أهم القيم في الدين الإسلامي، وتحدثت عن دور هذه القيمة قيمة الوسطية في حياة الإنسان بشكل عام في حياة المسلم ومدى توافق هذه القيمة مع الفطرة الإنسانية. أنا أقدم بالغ شكري وامتنان لوزارة الثقافة ولكل القائمين على تقديم هذه الندوات وهذا الموسم. حقيقة يعني أنا أحيي من إقامة هذه الندوات، ويعني أشد على يد الوزير الشاب الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم الثاني أنه يعني تقام مثل هذه الندوات سنويا. حقيقة هذه الندوات يعني لها دور كبير في تثقيف الشباب. أنا يعني كنت أقول في بداية الندوة أن اليوم الشباب له اهتمامات كثيرة، يعني اهتمامات غير ثقافية، يعني تلاقي اهتمامه مثلا في مواقع التواصل في السناب شات وأشياء أحيانا تافهة. يعني احنا نريد من الشباب ان ينتقلون الى الاشياء الجديه، الى الاشياء التي تهم حياتهم. حقيقه سعدت وتشرفت بمعرفه هذه الفعاليه، وهي فعاليه حقيقه على اعلى مستوى التي نظمتها وزاره الثقافه،
وخاصة نحن في أمس الحاجة إلى تنوير الباحثين وحتى الطلاب، خاصة طلاب الجامعات. فوزارة الثقافة بهذه الندوات، وخاصة يعني أثني على من اختاروا هذه نوعية هذه الندوات وعناوين وموضوعاتها، حقيقة موضوعات يعني تمس القضايا الفكرية التي تهم الشباب.